السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، وهذه عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا. الصحة تؤكد أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية وتدعو لتجنب التجمعات. المملكة العربية السعودية سوف تقطع وتبتر الأيادي التي تستهدف المدنيين بالمملكة العربية السعودية. قيادة التحالف تحذر ميليشيا الحوثي الإرهابية من أن استهداف المنشآت المدنية في المملكة خط أحمر. أهلا بكم. حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يده الله على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، صدر الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات. وتأتي هذه الخطوة امتدادا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وكانت حكومة المملكة قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، إضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من أصحاب السمو الملكي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار. أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي أن المملكة العربية السعودية استشعرت منذ اللحظات الأولى لانتشار جائحة كورونا مدى خطورة هذا الوباء، حيث قامت باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار هذه الجائحة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. جاء ذلك في كلمة المملكة في مجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة المنعقدة اليوم عبر الاتصال المرئي بشأن الجوائح والأمن، وبين معاليه أن المملكة ومن منطلق رئاستها دول مجموعة العشرين فقد أدت جهودها إلى عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في 26 من مارس الماضي، ودعوة الدول والمنظمات للمشاركة لتقديم جميع الجهود الممكنة والتي أسفرت عن ضخ 7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والعمل مع المنظمات الدولية وتحديدا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والإقليمية، ودعم صندوق منظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة البلدان ذات النظم الصحية الهشة. ونوه السفير المعلم في ختام الكلمة إلى ضرورة تكثيف الجهود في التعامل مع الأوبئة والأمراض وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي. وفي آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3383 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 197,608 حالات، فيما سجلت 4,909 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 137,669 حالة، كما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1752. وفي المؤتمر الصحفي الدوري شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي على أهمية أن يتبع الجميع التعليمات الخاصة بالتجمعات والمتمثلة في أن يكون الحد الأقصى للتجمعات عند الحاجة لها 50 شخصا مع مراعاة المساحة بين الحضور وضرورة تأكد الشخص من وضعه الصحي مع مراعاة عدم الحضور في حال شعر ببعض الأعراض المرتبطة بكورونا إلى جانب اتخاذ الاحترازات الوقائية. كما أكد الدكتور العبد العالي أن نسبة الشفاء في المملكة لأصحاب الأمراض المزمنة متميزة وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلا لحالات التعافي، وحول ظهور نتيجة سلبية رغم أن صاحبها حامل للفيروس أشار الدكتور العبد العالي إلى أن ظهور نتيجة بعض الحالات عند إجراء المسحة بالسالبة وعند الإعادة بالإيجابية تعود إلى فترة حضانة الفيروس التي لم تظهر على المصاب. من جانبه أوضح رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال الدكتور محمد الحربي أن الدراسات التي عملت والملحوظات التي جرت مراقبتها تفيد أن إصابات الأطفال قليلة جدا، ومن أصيب شفي بإذن الله حتى وإن كان مصابا بأمراض أخرى، وبين أن الخطر في الإصابة بالنسبة للأطفال سواء كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو غيرها يتساوون مع الأطفال الأصحاء. وأكد الدكتور الحربي أن مريض السكري مثله مثل غيره وعليه الالتزام بالاحتياطات والاحترازات الصحية للوقاية من الإصابة بالمرض. كما بين الرئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال أنه في حال إصابة الأطفال فعليهم البقاء في المنزل وعدم الخروج وتكثيف فحوص السكر في الدم وضرورة مراجعة الطوارئ في حال اشتداد الأعراض من ناحية الحرارة والكحة وضيق التنفس. أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أن استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت المدنية خط أحمر لن يسمح به، وسيتم قطع الأيادي التي تستهدف المدنيين في الأراضي السعودية. القيادة المشتركة للتحالف والمملكة العربية السعودية سوف تقطع وتبتر الأيادي التي تستهدف المدنيين بالمملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية. القيادات الإرهابية من الميليشيا الحوثية لن يتم التهاون معها وسيتم متابعتها ومحاسبتها، كما تم التعامل مع الهالك الصماد عندما هدد المملكة العربية السعودية بأنه سوف يكون عام باليستي وقام بإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه مكة المكرمة. لن نتهاون، المدنيين المنشآت المدنية خط أحمر، وعلى الميليشيات الحوثية أن تعلم جيدا وأن تفهم أن إملاءات الجنرالات الإيرانيين من الحرس الثوري الإيراني ومنهم الجنرال شهلاي في العاصمة المحتلة صنعاء عليهم أن يفكروا 1000 مرة قبل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية سواء كانت المطارات أو المنشآت الاقتصادية. وكانت قوات التحالف قد تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المملكة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوما في الوقت الذي تم فيه تسجيل أكثر من 4200 انتهاك حوثي. بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت القوات المشتركة للتحالف من التصدي واعتراض وتدمير عدد 8 طائرات بدون طيار، وكذلك 4 صواريخ بالستية تم إطلاقها على المملكة العربية السعودية، منها صاروخ بالستي إيراني من نوع قيام وهو الذي تشاهدونه أمامكم هناك تم إطلاقه على مدينة الرياض. كما ذكرت، العملية تأتي استجابة لتهديد الميليشيات الحوثية بإطلاق الصواريخ البالستية وكذلك الطائرات بدون طيار من العاصمة المحتلة صنعاء
وكذلك من محافظة صعدة بإطلاق هذه الصواريخ البالستية والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. أكدت مملكة البحرين ضرورة اتخاذ مجلس الأمن خطوات حازمة لردع إيران وتمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في أكتوبر المقبل. جاء ذلك في الرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال الرويعي إلى رئيس مجلس الأمن. وقال الرويعي إن تقرير الأمين العام يحمل إيران المسؤولية المباشرة للهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة، مضيفا أن التقرير المبني على الحقائق الدامغة يثبت دور إيران الخطير والمزعزع للاستقرار في المنطقة. وجدد المندوب الدائم موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لكل ما تقوم به المملكة للحفاظ على أمنها، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة لردع إيران وتمديد حظر الأسلحة لحين امتثالها للقوانين والأعراف الدولية. النشرة انتهت، وهذه أبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا. الصحة تؤكد أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية وتدعو لتجنب التجمعات. المملكة العربية السعودية سوف تقطع وتبتر الأيادي التي تستهدف المدنيين بالمملكة العربية السعودية. قيادة التحالف تحذر ميليشيا الحوثي الإرهابية من أن استهداف المنشآت المدنية في المملكة خط أحمر. شكرا لكم على طيب المتابعة، تصبحون على خير وفي أمان الله. We'll be right back.